Mr. Abdel Majid Tebboune, President of the People's Democratic Republic of Algeria and President of the 7th GECF Summit of Heads of State and Government. Your Highness and Excellencies, Heads of State and Government, Honorable Ministers, esteemed Heads of Delegation, Ladies and Gentlemen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. As the Secretary General of the Gas Exporting Countries Forum, I warmly welcome all المصدر للغاز أود أن أرحب بكم كافة المشاركين الموقرين لهذه القمة السابعة في مدينة تاريخية الجزائر. اسمحوا لي أن أعرب عن امتناني العميق للرئيس الجزائري وأيضا للشعب الجزائري على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة. خلال السنوات الأربع الماضية فإن مرونة الأنظمة التقوية العالمية قد واجهت تحديات معتبرة جراء جائحة كوفيد-19 والركود الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية والقيود الاقتصادية الأحادية الجانب وكذا التحول الجذري للسوق والتدفق الطاقوي. وهذه الفترة قد سلطت الضوء على الحاجة الماسة إلى تسبيق الأمن الطاقوي وكذا الإنصاف والديمومة. وقد أكدت هذه الفترة على الحاجة إلى سياسات طاقوية متزنة بالتوافق مع هدف الحد من الفقر والتطور الاجتماعي والاقتصادي والأولويات السامية. واستجابة لذلك فإن الغاز الطبيعي الذي يعتبر طاقة نظيفة ومتوفرة ومتنوعة هذا الغاز ظهر كمورد طاقوي من شأنه أن يمكننا من تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع ضمان انتقال طاقوي دون تهميش. ففي الواقع إن الانتقال من الأساليب التقليدية إلى الغاز النفطي المميع في إطار الطبخ يقلل من الوفيات المبكرة ويحد من إزالة الغابات، كما يمكن النساء والأطفال. إن الانتقال من الفحم إلى الغاز الطبيعي فهذا يحسن من نوعية الهواء وأيضا يحد من انبعاث غازات الاحتباس الحرارية ويعمل على الاستقرار أو ضمان الاستقرار، كما أنه مورد أساسي من أجل إنتاج المخصبات وبالتالي ضمان الأمن الغذائي. حسب التقرير أو توقعات المنتدى فإن الطلب على الغاز الطبيعي سيتزايد بنسبة 43% فاق 2050، وإن حصة المزيج الطاقوي من المرتقب أن تصل إلى 23% اليوم و 26% فاق 2050. ففي الواقع إن العصر الذهبي للغاز الطبيعي أمامنا وليس وراءنا، ولاستجابة الطلب على الغاز الطبيعي فإن الاستثمار مهم بمكان، ومن المرتقب أن يصل إلى 9 تريليون آفاق 2050. إن الدعوة إلى وقف الاستثمار في الغاز الطبيعي هي دعوة مضللة، إذ أنها تخلف إلى الشح في الإمدادات والتحديات الاقتصادية وكذا الرجوع إلى استخدام الفحم. وبنسبة 70% من احتياطي غاز الطبيعي و 40% من الإنتاج السوقي العالمي. هنا الدول الأعضاء تلعب دورا رياديا في تحسين نوعيات الهواء، وبالرغم من التحديات العديدة فإن البلدان الأعضاء تستثمر في التمويل وأيضا في سلسلة الغاز بأكملها لرفاهية الشعوب. إن البلدان الأعضاء تستثمر أيضا من أجل تخفيف من بصمة الإمدادات بالغاز الطبيعي والحذر من إحراق الغاز و تحسين النجاعة الطاقوية وأيضا
تخفيف انبعاث غاز الميثان وإدراج الطاقات المتشددة. سيداتي سادتي، إن المنتدى قد أحرز تقدما معتبرا في إضفاء قيمة للدول الأعضاء وفي صقل معالم المستقبل الطاقوي، وذلك بمثابة كونه مرافع عن الغاز الطبيعي وأرضية للتعاون والحوار. إن موريتانيا والموزمبيق قد انضمت إلى المنظمة حديثا. ومن جهة أخرى، يوم أمس فإن الاجتماع الوزاري الاستثنائي قد اعتمد أو صدق على انضمام السنغال إلى المنتدى. أود أن أعرب عن تحانية الخالصة لموريتانيا والموزمبيق وكذا السنغال، وأتمنى لهم كل السلم والازدهار وكل التوفيق لتطوير غازها الطبيعي. هناك استراتيجية طويلة المدى للمنتدى تم اعتمادها في 2022، وكذا برنامج عمل لمدة 5 سنوات. إن الحوار الطاقوي مع أهم المستهلكين قد تم تعزيزه مباشرة أو عن طريق المنتديات مثل البريكس ومجموعة 20، وإن التعاون مع المنظمات ما بين الحكومية قد تم توسيعه، وبذلت جهود من أجل تعزيز جودة نتائجنا، وإن مرئية المنتدى قد تزايدت شيئا فشيئا بفضل إصدار تقرير شهري عن سوق الغاز، وأيضا تقرير شامل عن توقعات الغاز. وتم تنظيم العديد من الاجتماعات والورشات، وكذا تم تعزيز العديد أو تمت المشاركة في العديد من المنتديات الدولية، وإن دعم شامل قد تم تقديمه للدول الأعضاء في إطار المؤتمرات الأممية لتغير المناخي. كما قمنا بتدشين معهد أبحاث الغاز بالجزائر، وهنا أنتهز هذه الفرصة لأشكر الجزائر على احتضان مقر هذا المعهد. سيداتي سادتي، إنني أعرب عن امتناني العميق لكافة أصحاب الفخامة والمعالي ولكل الطاقم التقني للمنتدى على دعمهم الراسخ وحوكمتهم الرشيدة. شكرا للتوفيق، بالتوفيق لأشغالكم. شكرا للسيد الأمين العام، وباسمكم جميعا أشكره مرة أخرى على حسن التنظيم وتحضير هذا الملتقى. والآن أود أن أرحب برؤسائي